السلام عليكم كوميداتي، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ صحيحة بخير، اش تعاودوا؟ الحمد لله. الناس الحباب اللي كيقولوا لي كيف شاركي معنا الطريقه باش تتخرجي، زعما الطريقه كيفاش كنخرج، الطريقه كيفاش كنخرج، كنخرج حلقه هادشي اللي لبست الجلابه والله ديما تنلبسهاش. المهم ملي ما لبستها كنت خارجه تقضيت شي حويجات خاصيني، لبست هذه وكنت دايره الشال في هذا اللون النحاسي، في هذا اللون النحاسي. المهم ملي زدت بعد ما دخلت زدت العكره كنخرج به، ولكن كيكون شي حاجه خفيفه. سمحوا لي التليفون، كان الكاميرا ديال التليفون شويه مدايره صحتها اش مشيت جبت. المهم راه واخا كاين البرد انا جاني الصهد، صراحه جاني الصهد، ما تضحكوش عليا، غنمسل جلابتي قدامكم كاين لكم مع احبابي خوتي. المهم ما تعيبوش عليا فيا الصهد وهاد اللون بلا ما كان ما يصلح تلبسو في الدار، زعما ما يصلحش تلبسو مزيان، تلبسو بحال هكا تحرك بيه شي حاجه. اوف عرفتي راه كنكون نورمال ملي كنطلع في الدروج كنعيا. المهم نعلق جلابتي وانا معاكم، مديش عليا راني سخفت غا بالدروج. اشنو شريت ياك؟ شنو تقول لي اشنو شريت؟ مشيت شريت سيربيطا ماشي ليا، لبنت اختي هادي، ماشي لبنتي، لبنت اختي بنتي انا مازال صغيره، هادي شريتها لبنت اختي. شتو سيربيطا زوينه، شريتها ليها بمية درهم. كاينه واحد الماركه بحال هادي ما فيهاش هاد الفوريل، والقب ما مبطنش من الداخل وماشي سخونه بزاف وصغيره، كاينه ب60 درهم. انا بنتي عندها الحويجات، الصراحه عندها الحويجات ديال البرد وعندها الحويجات ديال الصيف الحمد لله، وداك الشيء علاش ما خدتش ليها. سيري هي جات هاكي 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 السيارة ديالك، سي الحوايج ديالك هادي ديهم وليني. شكون ماما؟ العفو الزين تستاهلي كل خير، الله يكون عاود نشري لبنتي سيربيطا على قبلها. شكرا مامي، شوف كذبت عليها، سمحوا لي انت اللي قلت ليها ديال بنت خالتك ياك. كلشي كيسولني كيقول لي واش تخلصتي ولا ما تخلصتيش، قلت لكم في هذا الشهر غناخذ شي حاجه، انما شي حاجه قليله وقليله بزاف. خديت 16000 ريال، انا غنجلس ولكن سيري حدا اختك، سيري عند ويصال انا جايه، ما عرفتش كنبان لكم ولا ما تنبانش. المهم خديت بروسه، خديت الصباغه، خديت شي من سولوني شحال خديت، خديت لا خديت يا سيدي 16000 ريال. اشنو المهم سمحوا لي راني مشيت عطيت لبنتي القليه عاد جيت على حقاش ما بغاتش تزكى تخليني. المهم التليفون ما عجبنيش عصبني. المهم احبابي هذه هي الخلصه ديال اختكم، اول خلصه في اليوتيوب، شوف كي درت ليها، غضحكوا عليا ولكن ضروري خصني هادشي خصني حقا ما وريتكمش نتيجه الصباغه اللي صورت معكم البارح. شوفوا راه التليفون ما عندش الضوء، هادشي كلشي غادي يبان لكم في الشكل. انا صايبت شعري صبغت شعري البارح، راه شاركت معكم الفيديو هو هذا، وصايبته اليوم، صايبته في الدار راسي ودرته في نفس الوقت، قطعته نقصت شويه، قلت لكم راه طويل شويه، كنحس به طويل، وملي كيطول كيبدا يطيح، هي الشعر ملي كيطول كيطيح، وفي نفس الوقت انا ما تنحملوش طويل، ما تنحملش شعري طويل، هذاك الشيء علاش نقصته.
المهم مشطه شريت معها مشطه. المهم شريت هادي، شريت الصداقه فهاد اللون، راني درت منها شريت هادي، كيبان هادشي او ما كيبانش الله اعلم. شريت هذا كلكم كتعرفوه عندي، سهل عليا شريته هاد المره، شريته عند ماما مكياج مول فا كنشريه من افو. شريت هادي حيت ما بقيتش هذا، ما بقيتش فيه الكبيره. شريت هادو، شريت هاد الرويح، هما فحال فحال، وحده ليا وحده لمريم، خديتهم ب 100 درهم بجوج بروموسيون على ما قال لي. المهم انا كنت غنصور لكم تما من الماكياج، ولكن ولكن عنده الناس بزاف ما بغيتش نحرجو. خديت هادو، خديت لالا، خديت سيدي هادي الزيت، الزيت من زيت أرغان كنا ديال الشركه، انا كنصايبو لما هادي عجبتني هادي كطاطي. خديت هادي ديال اليدين، هادي ديال الجسم ربي، هادي ديال الجسم. خديت هادي، هادي بوحدها خديتها ليكرو، ليكرو تانتي خديتها ب 100 درهم شو. هادي كانت عندي خديتها من افو وتسالات ليا، وخديتها دابا من ماكياج، اصلا دابا من ماكياج ولا كيبيع كلشي صراحه. خديت هادو، هاد الريسيل بلاستيك ما كيسيلش، هادو زوينين، هادو ديجا عندي، ديجا زعما استعملتهم. خديت هاد اللعيبه هادي علي قنياسي، هذا القلم ديال الحجبان، واخا انا حجباني كحلين ولكن انا خديته. هادي منجاره، وهاد الجوج خديتهم، هذا راني حليته، خديته في الشاشيه ديالو راني حليته حتى نحمق على ريحته ديال التوت. هذا خديته 25 درهم، هذا خديته 10 درهم، هذا كنستعملهم ملي كنكون كومون كيتكسر. خديت هاد الصباغه فهاد اللون، خديت جوج، جوج ب 20 درهم، كاين ديال 5 درهم، صافي ما عجبتنيش كطير بغيها. صافي هادشي اللي خديته، هادشي اللي خديت، وهي هادي هي هادي لاكارت ديالي، هي هادي لاكارت ديالي، ما وقعت ليا حتى حاجه، خديتها هكا يا ولاد. خرجت قبيله مع الجوج، مع الجوج خديت كلشي. اشنو بقى عندي؟ بقات عندي 170 درهم، هي اللي خليتهم، ولكن عطيت المهم حانيت 100 درهم، عطيت المهم حانيت 100 درهم. خديت عنده واحد النار مكنشعلتو، مكنشعلتو، خديت عنده شي حوايج، عطيتو قيلا 100 درهم ورجع ليا منها 8 درهم. المهم هذه هي القضيه ديالي، ولكن هادشي راه اقسم لكم بالله حتى كيدير الفلوس. حكا خديت هاد المقبض عندي فحالو، خديتو ب 10 دراهم في قيصاريه، وهرساتو ليا بنتي، عرفتات عليه وهرساتو ليا، كنت بغيت نخرجو، عرفتات عليه بدر ديال الثوب ودارت هاد 150 درهم. اش غندير بها؟ غنمشي للديكاطلون ناخذ لبنتي الصبر ديالها، الا لقيت عليها ب 150. المهم راه ما عندي فلوس اخرين، ما كناش كنقراو رزقنا. خديت سميتها عندي فلوس كناخذ ليها غير الا كانت شي حجمها، حيت السبرديله باينه كدير 250 درهم، السبرديله النوع اللي كناخذ لبنتي تدير 250 درهم. الا لقيت فيهم تخفيض هي فاش كناخذ داك 130 150. هادو كيحمقوا، كيحمقوا والله حتى كيحمقوا، ما وريتهمش لكم. شنو اللي حليتها هادي مرة بحال بحال الشم، عرفتي ريحتهم كتحمقني ريحتها. اللي عجبتو هاد الريحة ما بقاهاش عند من الماكياج، هايا من الماكياج كيبيع جوج بخمسين درهم، وراهم كيتباعو حتى في مارجان، شفتهم ديجا، شفتهم في مارجان. انا ديجا فيا، ديجا داز فيا كوفيد، تخربق ليا الشم والله ما عرفت الكواط لي خربق ليا الهرمونات. المهم الشم ما بقاش حتى حاجه، ما بقات كتعجبني قليل الريحه اللي كتعجبني،
ولكن هذه بقات الصراحه تتعجبني. هذه ما بما نديرها. المهم ما فلستش درتهم في الشاشيه. وبالنسبه لشعري نوريه لكم، نقرب حداكم ونوريه لكم حيت يمكن ما كيبانش، يمكن ما كيبانش. اتونسيون اكيد غادا نتشدد، يمكن راه ما كيبانش. شوفوا شوفوا ما غيبانش لكم من بعيد. زعما الصراحه ديك الطريقه اللي درت لكم شوفوا راه ما كيطيحش، حيت كاين اللي كيقول لك داك، كاين اللي كيقول لك داك عندك الصبعه ديك الحنه راه تطيح الشعر. البنات والله ما كطيح الشعر بديك الطريقه باش صايبتها، ما كطيحش الشعر. ما تهضرش ليا، ما تعلقوش ليا على دوك الصحيب، ما تحملهاش. التليفون والله ما بغى، والله ما بغيت تقاد عزيز عليه. شوفوا 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 الحماق الحماق. انا كيعجبني لون شعري صراحه، لون شعري لون الحنه، ولكن الكحل راه صراحه راه كلشي كيعجبو. راه ماشي درت ليه شي تصياب تصياب، عرفتي شنو اللي ما خديت؟ ما خديت الشامبان، شامبان تسالى ليا الصراحه. مشيت البارح للحمام تسالى ليا، ولكن بغيتش نخسر كلشي. شوفوا 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 كي كيبان، قطعته بحال شكل ديكرادي، جمعته ليه. ها التليفون كيعصب شتو. نمشي نجيب نمشي نجيب باندا، ما عنديش الباندا. اش كنديرا كنديرا مقبض ملي دخلت. هذا خديته من عند سميتو، من عند خديته من القيصارية، خديته رخيص. وهذا باعو ليا بعشرة دراهم، والله ما بقيتش عقلت، والله ما نكذب عليكم حيت هاد الماركة اللي يلا خرجت ولاو غاليين. شوف شوف اما كون شتي شي واحد عاجبو شعر. انا كنحماق على اللون دا، كيعجبني ما كملتش معاهم، كيعجبني اللون شعري. انما حتى شوف شقنت مشط على بنت غادي طيح، ولكن حتى اللون اسود كيعجبني. اصلا الشعر يكون اسود كيعجب اي واحد، اي واحد اي وحده كيعجبها اللون كحل، لا في اللبس ولا حتى في الشعر. هذه قطعتها وندمت عليها واحد الندم ما نقولش لكم. انا عاده كنقطع القصه هنا، انا كنعبرها بهنا وكنقطع كنقطع طويله، لكن هاد المره ما عرفتش وقع ليا، قطعتها صغيره صغيره ورا ما كتجي حتى حاجه. شتو عرفتوا شحال باش صبغتو، شحال باش حسبوا معايا. خديت ديك الحنه ديال يا ما تاخدي فاتيكا يا ما تاخدي رويال، انا المهم خديت رويال، خديت جوج ب 8 درهم، 4 درهم من الوحده عاطيني معاها اللي هي، و 30 ريال ديال البيضه بلديه. انا ما خدتهاش، جبتهم ليا الوالده من البلاد وخبيتهم، خبيت شي وحدين. اصلا انا كندير بهم الوصفه لوجهي. والمهم كدير 30 ريال واقيلا ولا جوج درهم، المهم شي حاجه بحال هكا. عشق ديال الزيت، عشق ديال الزيت العود ياك البنات، وتتحيد حتى الشيب بحال البنات اللي عندهم الشيب، راه تتحارب الشيب والله تتشد في الشيب، حيت انا ديجا درتها للوالده وراه شدات ليها في الشيب ديالها. زعما الشيب ني دير بصح، خلي عليكم داك الزغيبات اللي تكونوا فينا بيضين فيها الشيب بزاف وكحلاتو ليها. المهم كيف قلت لكم عشق الزيت العود وديال وبيضه وشويه القهوه، غير جاتني شويه ثقيله ودرت داك سميتو ودرت ديك شويه ديال القهوه، كنت غير كنشرب قهوه ودرتها. وشوفوا وشوفوا النتيجه، وهاد اللون
غادي يبقى ليا واحد المده ديال 6 شهور حتى كيطلع الشعر. هو راه ما تيتغسلش، ماشي بحال بعض الصبايع كيتغسلوا، راه ما كتغسل البنات ما والو، بالاخص صحابه اللون الماغو، صحابه الشعر العسلي كتشد فيهم من داك الشعر فيه، كتعطيك واحد اللون طبيعي. شوفوا دابا هاد اللون راه طبيعي، راه ما فيهش النمعان بحال الصبغه العاديه. بعد الصبغه غير تخليو داك تخليو الزغبه كتنمع تجي خايبه. المهم باش ما نطولش عليكم الفيديو، باي باي عليكم الى الفيديو المقبل ان شاء الله بحول الله، وطلعوا لي في الفيديوهات ديالي وراني تنحماق عليكم، وباي باي.